السلام عليكم. في الدرس ده هنتعرف على أنواع الخطوط وإيه اللي أنا ممكن أقدر أستخدمه، ولما يطلب مني عميل طلب هقدر أحدد إزاي أي نوع من الخط اللي أقدر أستخدمه في التصميم. برنامج الكليك بيتيح لي مجموعة من الخطوط، أولها النص تعليق، نسخ، ثلث تحريري، شيكستا، فارستي وغيره. النص تعليق والتحريري والشيكستا واللاهوري دول مجموعة خطوط متشابهة جدا، وأنا مش هستخدمها كتير لأنها ما بقدرش إن أنا ألعب فيها، فهي بتكون خطوط صريحة زي الكلمة ديت معمولة بالشكستة، وفي عندي التصميم ده فأنا بستخدمها لو أنا مثلا كاتب حاجة في مجلة، صفحة في مجلة أو حاجة زي كده، بتضطر إن أنا أستخدم الخط ده فبقدر أستخدمه. وده كمان مثال من الخطوط الأربعة اللي احنا ذكرناها. زي ما انتوا شايفين ما بقدرش اتصرف في الحروف بتاعت الخطوط. هيفضل معايا خط الفارسي النسخ والبغدادي النسخ، الاتنين دول والنسخ، وخط الركعة ديت خطوط عادية ممكن بلاقيها كمان، هي هنا بتكون محسنة شوية بس بقدر ألاقيها في الخطوط بتاعت الويندوز العادية، فما فيش داعي إن أنا أقدر أستخدمها. أقدر أستخدمها لو أنا هكتب مثلا مخطوطة وفيها مجموعة كلام تحت، فبقدر أستخدمها زي اللي انتوا شايفينها ديت، الكلام اللي تحت ده بقدر أستخدم الخطوط ديت مع إنها موجودة في الويندوز بشكل طبيعي. فضل عندنا خط الثلث وديواني خفي والجلي ديواني وخط الكوفي والمعلم. طب تعالوا نشوف الأنواع الخطوط ديت هي اللي هنقدر نستخدمها في التصميم بتاعنا. خط الثلث، خط الثلث بيمتاز بإيه؟ خط الثلث خط هندسي جميل جدا، بيمتاز بتركيب الحروف فوق بعضها وبيديك شكل جمالي في التصميم، وكمان بيمتاز بالتشكيلات اللي بتسد الفراغات اللي عندي. انا بستخدم خط الثلث في تصميم الشعارات، لو عندي شعار عايز اصممه فخط الثلث هو الخيار المناسب اللي عندي. تعالوا نشوف، عندي شعار اسواق الخيرات ده معمول بخط الثلث، وابو عبيدة ابن الجراح معمول بخط الثلث، فمع تركيب الحروف وتداخلها في بعضها ومع إضافة تأثيرات الألوان والتشكيلات فبيديك نتيجة مبهرة في الشغل. كمان كلمة دين السلام فهي برضو مكتوبة بخط الثلث، مدياني شكل جمالي مع التصميم. إذن أنا بستخدم خط الثلث في كتابة الشعارات، بستخدم خط الثلث في كتابة المخطوطات القرآنية والأسامي، كمان في بعض الأحيان لما يكون عندي التصميم يتطلب مني أستخدم خط الثلث في الاسم فبيديني شكل جمالي في الاسم مع تصرف في بعض الحروف، زي ما انتوا شايفين في اسم مصطفى معمول بخط الثلث مع تصرف تداخل بعض الحروف، وبدأت أحط الدائرة النصف دائرة اللي تحت ديت ب البين طول فبيظهر عندي الاسم مصطفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عرفنا خصائص خط الثلث. بيمتاز خط الثلث عن بقية الخطوط في حاجة تانية مهمة جدا، في حاجة في خط الثلث اسمها الكشيدة. حرف الياء ده لو ضغطت عليه وجيت ضغطت على الحرف ده كشيدة، بالطريقة ديت بقدر أطول الكشيدة وأقصرها من حرف الباء الاتنين باء الفوق بعض، زي ما انتوا شايفين كده بقدر أعمل أشكال جميلة بالشكل ده. كمان حرف الألف في خط الثلث بقدر أخليه، لو ضغطت على حرف الألف دي بقدر أطول الحرف بالشكل اللي أنا عايزه، كل ما أضغط كل ما بيبدأ يطول الحرف، فبيديني إمكانية إن أنا أتلعب في الخطوط وأتلعب في الحروف. كمان بعد الحروف خط الثلث طبعا بيبقى فيه أشكال كتيرة،
زي ما انتم شايفين لما بفتح بلاقي أشكال كتيرة، حرف الألف بلاقي أشكال كتيرة. كمان من جمال الخط الثلث بيدعم تشابك الحروف مع بعض، لو ضغطنا على حرف القاء فبدأ يتشابك الحرف الألف مع حرف اللام، اداني الشكل اللي انتم شايفينه ده. لو ضغطت على أنواع هلاقي أنواع كتيرة للشكل زي ما انتم شايفين. بعض الحروف في النهاية بتاعتها بتديني شكل جمالي مع خط الثلث. تعالوا نشوف حرف الياء. حرف الياء في النهاية بتاعته لو ضغطت على حرف الكشيدة، الأداة اللي بتعمل كشيدة، وضغطت على حرف الياء هيظهر بالشكل ده. لو ضغطت على أنواع هلاقي أنواع كتيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ضغطت على حرف الكشيدة وطولت الياء شوية، وجيت ضغطت على السهم بالتحديد وضغطت على أنواع، فهلاقي الأشكال اللي انتوا شايفينها ده حرف الياء، وديت أشكال جميلة جدا بقدر أجيبها واستخدمها في التصميم بتاعي، بتديني تأثير جمالي في الخط. وبيمتاز خط الثلث بوجود التشكيلات بتاعته اللي بنقدر نسد بيها الفراغات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كمان بقدر أقطع الحروف وأركبها فوق بعض زي ما نشوف في الدروس الجاية إن شاء الله. بعد خط الثلث هيجي عندي مباشرة خط الديواني وخط الجيل الديواني، الخطين متشابهين مع بعض مع اختلاف بسيط في خط الجيل الديواني، هي مجموعة من الزخارف أو اختلاف بسيط في شكل الأحرف، لكن مجموعة الخطوط دول الديواني والجيل الديواني بيمتازوا بأنك تقدر تشكل الحرف زي ما انت عايز، وتعمل دورانات بالكلمة، تعمل كلمة دايرة على شكل دايرة على شكل قلب، كل الشكل اللي يخطر على بالك. تعالوا نشوف مجموعة من التصميمات بخط الديواني. طبعا ده تصميم كامل بخط الديواني، قدرت ان انا ادخل الحروف مع بعضها بالشكل اللي انت شايفينه ده. كمان خط الديواني مع ال 3D، لو انت هتعمل تصميم وتعمل عليه 3D فبيديك نتيجة مبهرة زي ما انتوا شايفين. كلمة كل بخط الديواني والباقي بخط الثلث وبعدين بخط النسخ. تشكيل خط الديواني تقدر تشكله للشكل اللي انت عايزه زي ما انتوا شايفين، ده خط جيلي ديواني. تشابك الحروف وتداخل الحروف مع بعض، طبعا ديت بتكون زيادة في الجيل الديواني عن خط الديواني. الزينة أو التشكيلات اللي انتوا شايفينها ديت، وتشابك الحروف بيديني شكل جمالي. وكمان ده خط الجيلي ديواني. وفي عندي كلمة القرآن بخط الديواني مع التصرف في بعض الحروف وتداخل الحروف مع بعضها بيديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده مثال تاني على خط الجيلي الديواني مع إضافة بعض الفرش في الإليستريتور، فإدانا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مناسب جدا لو انت بدك تدمج الخط مع أي شكل تاني، فبتقدر تدي التأثير اللي انت عايزه أو الشكل اللي انت عايزه بسهولة. نشوف خط الديواني والجيلي ديواني في الأسماء. اسم إبراهيم مع خط الجيلي ديواني، أحمد مع خط الجيلي ديواني، محمد مع الديواني، محمود مع الديواني، والدال من الثلث. فاطمة خط الديواني، عائشة خط الجيلي الديواني، غادة مع خط الديواني والهاء من خط الثلث، وسماح بالكامل مع خط الديواني ومع تأثير بالبن طول، ادتنا التأثير اللي انتوا شايفينه. أنا بستخدم خط الديواني في إيه؟ في كتابة الأسماء بيديني تأثير هايل جدا، لو أنا هعمل شغل 3D فبيديني تأثير، وكمان في تصميم صفحات الفيسبوك أو أسماء صفحات الفيسبوك أو اليوتيوب، وكمان الشعارات لو كان الشعار عبارة عن كلمة أو كلمتين بالكتير فبقدر أعمل بيه، بيديني تأثير هايل جدا. لو حد طلب مني تصميم على شكل دايرة فخط الديواني أو خط الجيلي ديواني هو الأنسب
خيار ليا، وهقدر أتحكم فيه وأقدر أتحكم في دورانات الكتابة وتداخل الحروف مع بعضها. بعد خط الجيلي ديواني هلاقي خط الكوفي. خط الكوفي خط هندسي مش هقدر استخدمه إلا في أغلفة الكتب والمجلات، لأنه خط هندسي يعني حتى لو عملت التداخل فيه هيظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع تصرف في بعض الحروف، فبيظهر معايا خط الكوفي بالشكل ده. طبعا عندي الشكل ده خط كوفي متداخل مع بعضه، صعب القراية لكن بيديني شكل جمالي. فأنا لو عايز تصميم غلاف كتاب مش شرط إن أنا أركز في القراية بس أخد شكل جمالي بالخط العربي، فبستخدم الخط الكوفي. الجملة دي لأن شكرتم لأزيدنكم، يعني صعب إنك تقراها من أول مرة. يبقى إذن استخدامات خط الكوفي هتكون بسيطة جدا في أغلفة الكتب وبالذات الكتب الإسلامية أو التاريخية. ده تداخل مع خط الديواني محمد رسول الله مع خط الكوفي، فبيدينا الشكل اللي انت شايفينه ده مع تصرف في بعض الحروف. طبعا إذن استخدامات خط الكوفي هتكون محدودة عندي في تصميمات محدودة جدا. هيفضل عندي خط المعلى، وده خط بيشترك بين خط الديواني وخط الثلث، ولكن مش هقدر استخدمه في الأسامي والشعارات لأنه خط بطبعة الحال بيكون خط رفيع والتلاعب فيه مش هيكون بسهولة. طب أنا استخدمه في إيه؟ هو خط مناسب جدا جدا في أغلفة الكتب وفي تصميم المجلات زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين بيديني التأثير اللي انتوا شايفينه ده مع تصرف بعض الحروف زي ما هنشوف في الدروس بتاعتنا، فبيظهر بالتأثير اللي انتوا شايفينه ده. مناسب جدا جدا لأغلفة الكتب أو للكلمات اللي بتكون طويلة شوية، أكتر من كلمة تقريبا 10 كلمات 5 كلمات 6 كلمات أكتر من كلمتين يعني، فالخط ده بيكون مناسب معاك. وكمان هيكون مناسب جدا لو أنت بتصمم أغلفة فيسبوك محتاجة كلمات كتير، فهتلاقي تداخل الحروف مع بعضيها وأشكالها الغير اعتيادية هتلاقيها مناسبة معاك وتديك تأثير جميل جدا في التصميم. ما ننساش طبعا تركيب الحروف فوق بعض، ممكن أقدر أخد حرف من هنا وحرف من هنا أو كلمة من هنا وكلمة من هنا، فبحيث إن أنا أطلع بالتصميم اللي أنا عايزه. زي عندي التصميم ده في 3 أنواع من الخطوط، في عندي كلمة آية مع خط الثلث قدرنا نتصرف في الحروف علشان تدينا شكل القلب، وبعدين كلمة حبيبتي بخط المعلى وقدرنا ندمجها مع شكل القلب بطريقة جميلة، وحطينا في الوسط خط الجلي دواني علشان يدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده مع بعض إضافة الزخرفة اللي انتوا شايفينها لسد الفراغات. خط الديواني بيمتاز بأنه ممكن تدمجه مع أي شكل فبيديك الشكل المناسب بتاعك. طبعا زي ما انتوا شايفين دمجناه مع صورة الشخصية ديت، وحطينا النقط مكانها قلوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هنا دمجناه مع وردة فظهرت بالشكل ده. وده خط جيلي ديواني 3D مديني تأثير كويس جدا مع الـ 3D. خط الركعة أنا مش هقدر أستخدمه إلا في حاجات نادرة جدا، زي مثلا خلينا نشوف الشعار بتاعي أنا مستخدم فيه خط الركعة. لو أنا عايز أعمل شعار يكون واضح ومقروء بقدر أستخدم فيه خط الركعة زي ما انتوا شايفين كده، ده الشعار بتاعي قدرت أستخدم فيه خط الركعة مع بعض الإضافات فإداني شكل الشعر. يبقى كده عرفنا أنواع الخطوط اللي احنا نستخدمها، وفي أقدر أستخدم الخط
طبعا أنا فضلت الخطوط، خط الديواني وجلي ديواني، والديواني خفي، وخط الثلث وخط المعلى. ديت أفضل خطوط عندي، هقدر أستخدمها في التصميمات بتاعتي، وهتديني أشكال جميلة جدا في الشغل بتاعي، هترضي العميل اللي أنا اشتغلت للشغل. طبعا نرجع نذكر إن خط الثلث مناسب جدا في استخدام الشعارات، خط الديواني والجلي ديواني مناسب جدا في كتابة الأسماء وأسماء صفحات الفيسبوك، خط المعلى أستخدمه في كتابة الكلمات الكتيرة اللي تحتاج تداخل وشكل جمالي وفي نفس الوقت بتكون مقروءة، خط الكوفي بستخدمه في الكتابة الهندسية اللي بتحتاج مني زخارف هندسية أو شكل هندسي، وما بتكونش يعني مش محتاج إنها تكون مقروءة بنسبة 100%، لأنه تداخل حروف بتخليني إن أنا أتوه في قراية الكلمة وما أقدرش أقرأ الكلمة من أول مرة أشوف فيها التصميم. بكده قدرنا ناخد فكرة عن أنواع الخطوط والأفضل إن إحنا نستخدمه. نبدأ بقى في الدروس بتاعتنا ونبدأ نصمم الكلمات بتاعتنا والأسامي، ونشوف إزاي هنستخدم البرامج اللي هنصمم بيها كالإليستريتور والفوتوشوب، وإزاي نبدأ نقطع الحروف وندخلها مع بعض علشان ناخد الشكل المناسب. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.